كان عندنا لقاء مع الدكتور سليم البوسطة من هيئة تطوير منطقة مكة، أيضا مع البروفيسور هاسا الخبير الألماني، وهو الفريق المعني بإنشاء جداول التفويج وتشغيل القطار ومحطاته في أثناء موسم الحج. وأيضا تم توعية الأخوة المشغلين والمشرفين وأعضاء التفويج على أسس إعداد الجداول الزمنية، وفي من ناحية تلبية رغبات الحجاج، ومن ناحية أيضا الالتزام في الأوقات الزمنية أو في المسارات أو في الأدوار المخصصة أو المحطات المخصصة إلى آخره. وأرجو أن تكون قد حصلت إن شاء الله فائدة كبيرة لأعضائنا في المكاتب المسؤولين عن التفويج، وإن شاء الله هذا يزيد من مدى وكمية الالتزام بالجداول مما يحقق إن شاء الله راحة حجاج بيت الله العرام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله موسم خير وبركة وسلامة وأمن وأمان، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.